يمكن ننتهز الفرصة هذه بمباركة على السوق المالية بموافقة الهيئة على طرح هذا الصندوق. الصندوق نعم للأسواق في السوق هونغ كونغ، الإطلاق وتوقيته وسبب توقيته في سنة 2024. الكل يعلم ويشهد التعاون والروابط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والاهتمام بخلق فرص استثمارية بين السوقين. فجاءت الفرصة للبلاد المالية بالتعاون مع أكبر مدراء إدارة الأصول في هونغ كونغ بإطلاق سوق البلاد CSOP MSCI المتداول لأسهم هونغ كونغ الصين. طيب شو نوعية القطاعات اللي مركزين عليها؟ وإن شاء الله ما يكون القطاع العقاري من ضمنها، لأنه هو شوي مضروب في السوق الصيني. طيب، لا، القطاعات طبعا متنوعة. أكبر القطاعات بتكون في السلع الكمالية والاستهلاكية، قطاع الرعاية الصحية، قطاع الصناعات، وكذلك المرافق العامة. طبعا مثل ما أنتم عارفين، صناديق المؤشرات المتداولة الشفافية فيها عالية جدا. بإذن الله بعد طرح وإدراج الصندوق سيتم نشر سلة الأسهم، ويتضح فيها أسماء الشركات وأوزانها والقطاعات اللي فيها. طيب سيد أنس، على أي شكل من أشكال استثمار سيكون هذا الصندوق على الأسهم الصينية؟ هل حيكون أكتيف؟ هل حيكون باسيف؟ طبعا الصندوق سيكون باسيف غير نشط، يتبع مؤشر MSCI المتوافق مع معايير اللجنة الشرعية في شركة البلاد المالية. معنى ذلك أنكم منتقين الأسهم اللي بتنطبق عليها المعايير هذه. صحيح صحيح، هو طيب المعايير الشرعية معتمدة من اللجنة الشرعية في شركة البلاد المالية. على أي أساس أنا حختار إني أشتري في هذه الوحدات؟ يعني ما هو المردود أو العائد من استثماري فيها؟ طبعا هو خلي أقول لك، الفرصة اللي في هذا الصندوق هو تعرض لأسهم هونغ كونغ، للأسهم المدرجة في سوق هونغ كونغ، بورصة هونغ كونغ. الفرصة هذه للصندوق سيتم إدراجه في السوق السعودي، فبالشراء بالريال السعودي متوافق مع معايير اللجنة الشرعية، بيعا وشراء سهل الدخول فيه. كذلك يمتاز سوق هونغ كونغ بالمعامل الارتباط المنخفض مع الأسواق العالمية الدولية، فالراغب في تنويع استثماره ومحفظة الاستثمار عنده قد تكون هذه من المكونات الجيدة في جميل، إضافتها في محفظة الاستثمارية. وهذا الشيء يمكن يبعث على التفاؤل، لأنه في لما تحدث عندك بعض الفقاعات أو الهبات أو التذبذبات لأسباب جيوسياسية وغيرها ممكن تتأثر، وهذا بيدفعني إني أسأل. الكل اليوم متجه على الأسهم التكنولوجيا، هل عندكم خبرة في البلاد في الاستثمار في أسواق أخرى غير الصين، وبالتالي حتنقلوا هاي الخبرة بأسهم قطاع تكنولوجيا؟ لأنه مثلا أنا فاتتني فرصة الاستثمار في أسهم التكنولوجيا على سبيل المثال في أمريكا. صحيح. طبعا البلاد المالية هي شركة رائدة في صناعة صناديق المؤشرات المتداولة في سوق المالية السعودية. هذا يعتبر سادس صندوق مؤشرات متداول، جاء بعد سلسلة إصدارات لشركة البلاد المالية، ابتدأت من صندوق البلاد للصكوك، بعدها صندوق البلاد للذهب، واثنين من الصناديق على السوق الأمريكي، واحد يتعرض لأكبر الشركات في السوق الأمريكي والثاني لسوق أو شركات التقنية في السوق الأمريكي. بعدها وكان آخر واحد صندوق البلاد لأسهم النمو في السوق السعودي، والآن صندوق البلاد الصيني. وإن شاء الله السلسلة نعم، وشركة البلاد المالية يعني تكتمل. هذه تقريبا احنا صناديق البلاد المالية تشكل أكثر من 70% من عدد صناديق المؤشرات المتداولة نعم. في السوق المالية. أشكر وقتك، أتمنى لكم كل التوفيق سيد أنس الشقير، وأنت نائب رئيس التطوير المؤسسي بشركة البلاد المالية.